اهلا بيكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. النهارده بنشغل 3 دي ماكس، بنفاجئ مشكله ان الفيو بورد عاطينا الاوبجكت غير مضاءه، الفيو بورد بتاع البرسبكتيف بلاك، مش قادرين نشوف الاوبجكت بتاعتنا، وبالتالي نحدد اضاءه نعمل اي حاجه. طب ايه المشكله؟ بيكون نقدر نحلها بسهوله، بنروح على الكونفيجر ونختار الريندرنج ونختار الديفولت لايتنج. يبقى احنا لازم نشغل الديفولت لايتنج عشان تشتغل. زي ما انتم شايفين في اتنين اوبشن، 1 لايت و 2 لايت، او نضرب على الكنترول ال، يعني مجرد تضرب على الكنترول ال بتكتشف انها بقت اون، او كنترول ال مره ثانيه تطفيها. طبعا انت ممكن تحط اضاءه، هو لو ما فيش اضاءه انت عاملها اوتوماتيكلي 3 دي ماكس بيختار 1 لايت ينور بيه الاوبجكت. 1 لايت فيه 2 اوبشن، 1 لايت تدي اضاءه اقل ولكن الريجنريشن او الريدروس بتاعه الاوبجكت تبقى اسرع والاضاءه اقل. 2 لايت اضاءه اعلى ولكن على حساب الريدرو والريجنريشن، الريدروس بتكون سرعتها اقل. طبعا اضاءه واحده دي زي الاضاءه اللي بتكون فوق الكاميرات، بتمشي معاك زي ما انت ماشي، زي ما تغير الفيو بتاعك هي بتتغير، زي اضاءه فوق الكاميرا اللي بتشوفها مع المصور منور بيها، ده الاضاءه الواحده. اضاءتين بيبقوا في اتجاه معاكس لبعضهم البعض. يبقى احنا قلنا كنترول ال بتحل المشكله، والديفولت لايت لازم يبقى اون، لان الاضاءه اللي انت بتحطها ساعات ما بتكونش كافيه تنور لك. طيب ارجو ان دي تكون معلومه مفيده ليكم، برجاء تشير هذا الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة وتزوروا موقعنا فوزي اكاديمي.com. شكرا لكم.